السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E نيوز من قناة الظفرة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. أوكرانيا، زيلينسكي ليمان تم تطهيرها بالكامل من القوات الروسية، وروسيا تتحدث عن انسحاب تكتيكي. تناول الطعام الصامت في الصين. إسدال الستار على بطولة آسيا المفتوحة لمحترفي الجوجيتسو. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاين ماير. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى المستشار الاتحادي أولاف شولز. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندلسيا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقارية الإمارات اختتمت فعاليات الدورة 19 من المعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2022 والتي نظمها نادي صقارية الإمارات تحت شعار استدامة وتراث بروح متجددة. وحققت الفعاليات أرقاما قياسية على صعيد أعداد الشركات والدول والمساحة والزوار وحجم مبيعات العارضين، بما في ذلك المزادات الفريدة من نوعها للصقور والإبل والخيول، وذلك في ظل أجواء تراثية اجتماعية عائلية مميزة. وأكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للحدث الأمين العام لنادي صقارية الإمارات أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يعتبر الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يواصل بكل ثقة تطوير خططه ومشاريعه تماشيا مع دوره التراثي والثقافي والبيئي الرائد في تعزيز الصيد المستدام وما يشكله في ذلك الوقت من فرصة سنوية ثمينة للشركات الإماراتية والإقليمية والدولية بهدف اكتشاف الفرص التجارية القوية المتاحة لها انطلاقا من إمارة أبوظبي. كرمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية 64 من منتسبي شرطة أبوظبي، وذلك لحصولهم على رخصة مسعف أول معتمدة من جمعية القلب الأمريكية بعد ترشيحهم وتأهيلهم من مركز الخدمات المشتركة التابع للأكاديمية. وبهذا الصدد قال اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية إن الأكاديمية تابعت عملية تقييم وتأهيل المرشحين وفقاً للنظم والإجراءات المتبعة والدقيقة، بما يعزز من رفع كفاءة المنتسبين وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة عالمياً. وهنأ مدير الأكاديمية الحاصلين على رخصة مسعف أول على استكمال متطلبات التخرج وحثهم خلال التكريم على متابعة المستجدات في مجالات عملهم ومواكبة التطورات البحثية والعلمية والتي تعزز من جهودهم في أداء مهامهم باحترافية عالية.
زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي الدورة 19 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي ينظمه نادي صقارية الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. ورافق سموه خلال هذه الجولة في يومه الأخير المقدم الركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي ومعالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وسعادة حميد مطر الظهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض أدنك. ويعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والآن إلى الأخبار العربية والعالمية من 7E نيوز. نشرت قوات الأمن العراقية نقاط تفتيش في أنحاء العاصمة العراقية وأغلقوا الجسور والساحات وأقاموا أسواراً لبعض الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مقار حكومية وسفارات أجنبية. وقال متحدث باسم الجيش العراقي إن عناصر مخترقة كانت تهاجم قوات الأمن بزجاجات المولدوف وبنادق الصيد. اختتمت حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مشروع إعادة تأهيل المباني التراثية في مجمع الرميل والتي كانت قد تضررت بشدة من انفجار مرفأ بيروت. وبهذه المناسبة تم تنظيم حفل حضره سفير اليابان في لبنان ومديرة برنامج الموئل في لبنان بالإضافة إلى عدد من سكان المجمع والشركاء المعنيين وعدد من ممثلي وكالات الإعلام. ينفذ برنامج الموئل مشروع دعم إعادة تأهيل وإعمار المناطق الحضرية الأكثر ضعفاً في بيروت والمتأثرة بانفجار المرفأ بتمويل من الحكومة اليابانية بمبلغ قدره 2.16 مليون دولار أمريكي. وقالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل في لبنان تايتا كريستيان: لقد مر أكثر من عامين على انفجار مرفأ بيروت حيث تدمر هذا الحي الجميل في ثواني معدودة، وبفضل التمويل الكريم من حكومة اليابان والجهود المبذولة من شركائنا المنفذين نقف اليوم ضمن مجمع سكني أعيد بناؤه بشكل أفضل، الأمر الذي يشكل نموذجا مثاليا عن التعافي الحضري. أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في كييف أن مدينة ليمان في منطقة دونيستك تم تطهيرها بالكامل من القوات الروسية بفضل جيشنا ومحاربينا على حد قوله. وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد رفعت علم الدولة فوق ليمان فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية انسحاب الجيش الروسي وحلفائه من كراسني ليمان إلى مواقع أكثر ملائمة لتجنب التطويق على حسب تعبيره. تجمع الناخبون في ريو دي جانيرو أمام طوابير طويلة في مراكز الاقتراع بينما كانوا ينتظرون للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية البرازيلية. تجمع المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا بالقرب من إحدى مراكز الاقتراع في ساو برناردو لتقديم الدعم لمرشحهم. وشهد لولا محاطا بجموع من محبيه وهو يحيي أنصاره. وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن لولا يوسع الفجوة الانتخابية مع بولورسانو بنسبة 46% من الأصوات مقارنة بنسبة 33% لمنافسه. صوت الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية وأظهرت لقطات الموكب الرئاسي وهو يصل إلى مركز الاقتراع مع وصول أنصار بولسونارو معه. وأظهرت لقطات مصورة الناخبين في عدد من الأحياء البرازيلية الفقيرة فيما توجهت وسائل إعلام برازيلية بالسؤال لأحد الناخبين: ما هي توقعاتك للانتخابات البرازيلية؟ ليس لدي أي توقعات. ما هو توقعنا في هذه الانتخابات؟ واحدة أسوأ من الأخرى. جدير بالذكر إن انتخابات هذا العام في البرازيل تشهد معركة بين اليسار واليمين بين الرئيس السابق لويس لولا دا سيلفا والرئيس جاير بولوسونارو. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يتوقع من البرازيل
أن تظهر قوة مؤسساتها الديمقراطية في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها الأحد الرئيس الحالي اليميني جاير بولسونارو مع الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دي سيلفا. وقال بلينكسون للصحافة إن البرازيل لديها مؤسسات ديمقراطية قوية بما في ذلك هيئات انتخابية قوية للغاية، قد أثبتت ذلك مرارا، مضيفا نتوقع أن تكون هذه هي الحال مرة أخرى خلال الانتخابات في نهاية هذا الأسبوع، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يريد التدخل في الاقتراع. ضرب إعصار إيان ولاية كارولونيا الشمالية كإعصار استوائي مع هطول أمطار غزيرة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لعشرات الآلاف من السكان في المدينة، مما أدى إلى عزل الآلاف من الأشخاص هناك. أظهرت لقطات مصورة عدد من الأشجار تتساقط جراء الإعصار متسببة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 30,000 شخص في ولاية كارولونيا الشمالية. وقال عدد من المتضررين من الإعصار إنهم يحاولون الحصول على الطعام وسط نقص حاد من الإمدادات الأساسية، حيث محطة الوقود في المنطقة مغلقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما تسبب في عدم تمكنهم من الذهاب للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية. تسبب الإعصار إيان حتى الآن في فيضانات مميتة جرفت المنازل والشركات، فيما انتقل إلى وسط فلوريدا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في وقت لاحق إن العاصفة تعتبر الأسوأ في تاريخ الأمة، قائلا إنها ليست مجرد أزمة لفلوريدا، إنها أزمة أمريكية. أما الآن فإلى مقال اليوم. مقال اليوم من صحيفة الرياض السعودية بقلم الكاتب خالد البريش بعنوان مؤشرات التفاؤل وسط تحديات عالمية غير مسبوقة وأزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها دول العالم. يأتي البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2023 حاملا معه علامات التفاؤل والأمل التي تؤكد أن المملكة حققت كل ما سعت إليه وطمحت فيه خلال رؤية 2030 بأن يكون لديها اقتصاد قوي ومستدام. كما تشير الأرقام التي تضمنها البيان التمهيدي إلى نجاح الرؤية وباقتدار في تحقيق المعادلة الصعبة وتحقيق فوائض مالية لم تشهدها البلاد منذ سنوات عدة، وذلك وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1114 مليار ريال وإجمالي الإيرادات نحو 1123 مليار ريال، مع تحقيق فائض بنحو 9 مليارات ريال. المشهد العام يؤكد ويعلن نجاح الحكومة في برنامج التوازن المالي والسيطرة على معدلات العجز المرتفعة والوصول إلى التوازن المالي لتنطلق المرحلة الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية. وبهذا الشأن يسعدنا أن ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد البريش. مرحبا بك أستاذ خالد. يا اهلا وسهلا، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يا مرحبا بك استاذ خالد. هل من مؤشرات تفاؤل اخرى لم ترد في مقالك اليوم؟ بالتاكيد، هي طبعا هي مستمره المؤشرات. طبعا احنا في هذا المقال او الافتتاحيه اليوميه لصحيفه الرياض سلطنا الضوء فقط على ما تبع اعلان الميزانيه العامه للدوله 2022 والميزانيه المتوقعه ل 2023. طبعا الأبرز أمر يمكن الوقوف عليه الحقيقة هي ليست فقط الفوائض المالية، ولكن قدرة رؤية المملكة أو نجاح رؤية المملكة بقيادة سمو ولي العهد في أن تتخطى الحقيقة كل العقبات اللي مر فيها العالم كله خلال الفترة الماضية، سواء في تداعيات الجائحة أو في الأحداث الجيوسياسية التي انعكست على كثير من الدول. وإحنا نشوف اليوم المشهد في أوروبا يعني يوم عن يوم يتداعى، من أتحدث على المشهد الاقتصادي، التأثيرات التضخم الآن التي نقرأها في الولايات المتحدة في أمريكا، كل هذه الأمور حقيقة رقم تأثيرها ومساحة انتشارها، إلا أنه المملكة من خلال هذه الرؤية استطاعت تتجاوز هذا الرقم بشكل كبير جدا. وإن سألتني عن السبب،
سأقول لك أولا أنه من اليوم الأول تسلم سمو ولي عهد وإعلان الرؤية كان لدينا رؤية واضحة وهو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي. إحنا اليوم نتحدث تقريبا على 30 إلى 40% من إجمالي الدخل القومي هو من العوائد غير النفطية، فضلا عن البرامج التي أطلقت مثل برنامج شريك اللي أطلقه سمو ولي عهد لحفز القطاع الخاص، حزمة المبادرات الحكومية التي أطلقتها الحكومة خلال وبعد الجائحة للقطاع الخاص خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأضف إلى ذلك الحقيقة البرنامج الكفاءة المالية والاستدامة المالية التي كانت حقيقة لها دور كبير جدا في أن نصل إلى ما وصلنا إليه هذا اليوم. شكرا لك الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الربيش، كنت معنا من الرياض. والآن إلى بانوراما من 7E نيوز. أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جائزة عون للخدمة المجتمعية في دورتها 10 على مستوى المؤسسات التعليمية في الدولة للعام الدراسي 2022-2023. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الهيئة في أبوظبي بحضور سعادة حمود عبدالله الجنيبي الأمين العام المكلف للهلال الأحمر ونواب الأمين العام وسعادة لبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى جانب عددا من المسؤولين من الجانبين. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي أكد سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اهتمام القيادة العليا للهيئة بتعزيز جانب المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات التعليمية كافة. وإلى كاريكاتير اليوم من صحيفة الاتحاد بريشة الفنانة آمنة الحمادي عن الانتخابات الرئاسية في لبنان، نتابع. وإلى إنفوغراف اليوم من صحيفة الخليج حول ضريبة الشركات القادمة في الإمارات، وتشمل قريبا جدا 653 ألف شركة يتراوح نصف عدد هذه الشركات في إمارة دبي. أهلا بالضريبة بهدف بناء اقتصاد حديث ولتنويع مصادر دخل الحكومة بعيدا عن النفط. وإلى تغريدة اليوم من صحيفة سبق الإلكترونية، جاء في التغريدة: عضوية الهيئة السعودية للمقاولين تخلق قيمة مضافة لكل مقاول وتمكنك من المنافسة على المشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة على منصة مقاول والعديد من المزايا، سجل الآن وكن المقاول الموثوق. وإلى حديث الكاميرا اليوم وهو عن تناول الطعام الصامت في الصين الذي يسبب ضجة مع الموظفين ضعاف السمع، حيث يعاني جميع الموظفين من ضعف السمع كما يتضح من اللقطات المصورة، نتابع معكم.
أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E نيوز. قفزت أسعار النفط أكثر من 3% في التعاملات المبكرة في قارة آسيا في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة أوبك خفض الإنتاج لما يصل إلى 1,000,000 برميل يوميا في محاولة لدعم السوق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.82 دولار فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.9 دولار للبرميل مرتفعا 2.60 بعد خسارته 2.1% في الجلسة السابقة. تراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية منذ يونيو بعد أن أضر إغلاق كورونا في الصين أكبر مستهلك للطاقة بالطلب، بينما أثر ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار على الأسواق المالية العالمية. وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها المعروفة باسم أوبك خفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.5 مليون إلى 1,000,000 برميل يوميا قبل اجتماع الأربعاء القادم لدعم الأسعار. وسيكون هذا هو ثاني خفض شهري على التوالي لأوبك بعد أن خفضت الإنتاج 100,000 برميل يوميا الشهر الماضي. نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع فيينا مطالبين باستقالة حكومتهم لتواطؤها في إصدار عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وفشلها في السيطرة على ارتفاع أسعار الطاقة. وشهد متظاهرون يسيرون في العاصمة النمساوية يحملون الأعلام واللافتات فيما اندلعت اشتباكات عنيفة مع ضباط الشرطة أدت إلى اعتقال عدد من النشطاء. وقال رجل الأعمال يورم من هارت: الأسعار الحالية أعلى بعشرة أضعاف من المعتاد، إنها ليست ميسورة التكلفة، هناك عدة أسباب لذلك بالطبع أحدها العقوبات. فيما قال منظم الاحتجاج مارتن روتر: العقوبات ليست مجرد ضربة في الركبة، إنها رصاصة في القلب، إنها تدمر الاقتصاد في النمسا. وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية نتابع. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7E نيوز. فاز الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتزكية لولاية خامسة حتى عام 2026، وذلك بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات دون أن يتقدم أي منافس على منصب الرئيس. وأهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة والشعب الإماراتي والحركة الرياضية في الدولة، مؤكداً أن الفوز اعتراف دولي بمكانة الإمارات المرموقة في مجال رياضة الشطرنج التي حققها بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بجهود فريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير. وبهذا الفوز يحتفظ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بمنصبه في عضوية المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للشطرنج، وهو أعلى سلطة إدارية للاتحاد الدولي للعبة. اختتمت منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجستو التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجستو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجستو بصالة أرينا بمدينة زايد الرياضية. حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة كل من سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجستو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجستو، والعميد محمد حميد الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجستو، وعددا من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات بالدولة. وسادت أجواء الحماس والتشويق نزالات البطولة في يومها الختامي وسط حضور جماهيري كبير، وأسفرت نتائجها عن تتويج كوماندو جروب في المركز الأول وبالمز الرياضية وصيفا ونادي العين في المركز الثالث. وفي تصنيفات الدول كانت الصدارة من نصيب دولة الإمارات لتحل البرازيل ثانية
فيما حلت كولومبيا في المركز الثالث. فاز نادي العين على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف دون مقابل في ختام مباريات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 6 نقاط سابعاً، كما فاز الوحدة على البطائح برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد البطائح عند 6 نقاط في المركز السادس، وفاز الظفرة على شباب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 4 نقاط 12، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 6 نقاط. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية، وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائبه يهنئان أمير الكويت بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم. أوكرانيا، زيلينسكي ليمان تم تطهيرها بالكامل من القوات الروسية، وروسيا تتحدث عن انسحاب تكتيكي. تناول الطعام الصامت في الصين. إسدال الستار على بطولة آسيا المفتوحة لمحترفي الجوجيتسو. من 7 إي نيوز انتهت النشرة، إلى اللقاء.